جميل. طول يا اصدقائي انتم تشوفوني اني انا ولد الدايبوت، لا تنسوني اني انا ولد الدايبوت. هل تقول لي واحد ثاني؟ اوكي طبعا يا اصدقائي انا قاعد ابحث على ولد الكوت، كل مره يختفي، انا كل مره يختفي، ابي اعرف ليش، بس ابي اعرف ليش. اوكي اصدقائي انتم الحين تشوفوني شوفوا يا اصدقائي، والله كتب كثير وليتات. ليش طفي الليتات؟ ليه؟ كلها خربانة؟ سجل الكتب. اصبر يا اصدقائي بوريكم شيء لي. بنجرب ندخل داخل بوابة النذر، بس خلونا نجرب ناخذ سمو اسا ويقول لك خددها النذار. السلام عليكم. اللافة اللافة يا أصدقائي اللافة. أصدقائي والله بدي خايف خايف كثير كثير كثير. كيف يا أصدقائي كيف بس؟ آه اللافة، ويلي من اللافة يا أخي. أنا معي سيف أيفي بمشي بالدلع. بدون أروح للعبة ما أصدقائي أقول لك لي بتكون الناس حق ال حق ال حق الجول هذولك، بس يكسرني بسرعة. شوي يا والله لازم لازم أرجع إلى إلى بيتي، لازم أرجع لك. الحمد لله اكسر اكسر لا لا يا مرحب. بس ترجع بعدين هذا يكون عادي، بس ما يضلي معنا ابوي كلنا. كيف؟ بطير ما ادري حتي. اوكي والله الليلة لازم اتغبى وانوم. باخذ لي سرير سرير انا مسكين كده مسكين. خش 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 خش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اليوم خايف يا ربي. دقلي بربي هذولا بكر بات بات استهي نسي بكل كبيرة بات بات. والله لي خايف الادرك موجودين يا ربي. هذولا وش اللي جابوا؟ بطير مثل بات بطير مثل باتمان. في شي بيخل ولا كل ما استراطير انا مو مثل باتمان صح. الحين بروح نسيت هذي ربي اللي ربي اي شي. ممكن سويت انا بجمع دور القنبر. اوكي ليش تظنوا نجوا لبيت؟ انا مخبيني ولكن لا اصدقائي ابي اعرف الوحدة، بس ابي اعرف الوحدة، ابي اعرف ولد الكوت ولد الكوت. أصدقائي كيف حالكم طيبين؟ أنا يا أصدقائي ولد الكون. هذي بلغ صوت الدايبوت أصلي يعني. أوكي يلا نمشي وتودد
هذاك بكر باتمان يبي يقضي عليه. لا أبي أروح أدخل على ولد دايمون عشان أقول له أنا حصلت ولد أدير وكلمت وياه. والله أوكي بقفل من هنا ما أعرف أشوف هل بستطيع ولا لا. اللي ما أطيع لا خسرت. أوكي وش هذي؟ أبي أعرف وش هذي بس وش أصدقائي شوفوا ولد الجولد أنا قلت الجولد قاعد يدور علي الحين بيطيح ها لما يطيح بعدين أقول له وبعدين عادي بيلقاني ويجي يلا خلنا نشوفه. أنا أبي بس إيش هذا اللي دخل بعدين بنكسر. يا لاي يا لاي لازم أكسر لازم أكسر يا ويلاي يا لاي آخذ بالي السيف آخذ بالي السيف شكلها خدت ولد الدايبوت والله لا راويك. ايش سوى فيني هذا؟ هذا ولد الدايبوت الله يهديه. وايش سوى فيني؟ راويك ليش راويك هنجي ليش؟ انتو بتعرفوا ليش سوى شيدي؟ لا هاي يا ربي يا ربي بس اوكي حوالي التايبوت يا ولد التايبوت تعرف انك اللي سويت ليش سويت؟ ما سويت شيء. لا أعرف إنك سويت ديك البركة يا أخي ليش سويت ليش؟ آسف آسف خلاص ما راح أقول لك اللي كنت أبي أقول لك شيء مخيف. لا لا والله قول لي قول لي آسف آسف والله بعيدة. كيف بعطيك كيف؟ لا خذ بعد. أوكي تبي أنا أبي أقول لك شيء. أوكي يلا قول لي يا ولد الكل وش تبي تقول لي يلا وش تبي؟ اسمع انا حصلت ولد الديرت وكلمت قبل والله هي امس بس ما حصلت وكنت ادور عليك وانا كنت ادور عليك كل مره بعدين اتبعت وبعدين التفت اوكي وبعدين كلمت وياه وسلم عليك ولد الديرت يا اخي لمشي بعدين دورت عليك كنت ادور عليك خلاص المرة الجاية قال انه بيجي المرة بكرة قال انه بيجي اساسية بكرة اوكي اسمعني وانا حصلت فايتر بعد ما مات ما مات هذه كانت النسخة القديمة والله والله اوكي يلا مع السلامة ورقة الكولد والسلامة ورقة الدايم يلا بروح اوكي اصدقائي مليان صغيرة ولد البر اوكي صغير حي بروح له ربي شفت الجداد كم مريته يعني بس كم مريته يا كل مرة تقول انا بسكر الباب اللي معكم اكيد صباح الخير اصدقائي بنو خش 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 صباح الخير اصدقائي كيف حالكم في البيت وبني اصدقائي الحين بروح وين؟ بيكون جايدي بالبيت بس بكون نقلتي اوكي؟ بس باي واستلم لكم طيب لك ياتو كيف حالكم طيب انا بشي يا صغي اكي صغي طبعا عادي بشوفني زبوني على ظهر وجهي اوكي ما بحالة لكن صغي بقابلة تنزل اشترك بالقناة ولا يبوشي وكروه تنزل تلميات صركوا كل جاي ولا بطور وجهي وهلا صغي كيف حالكم طيبين طبعا يا صغي انتم شفتوا قبلي يعني يمكن الولد يكون ولد الدايبوت اكيد طبعا يا صغير الان بتجول اوكي طبعا يا صغير بقول لكم اشياء طبعا يا صغير ولد الكود ولد الدايبوت وبيسمون مشاكل كل مرة اوكي انتم ايش قاعد تسوي طبعا يا اصدقائي تذكروا الحلقة الماضية لما رضيت باتمان ما رضيت بس إلا ما رضيت اللي
اللي يقول للباتمان وش وشرير. لا ولد الجود ولا ولد العنكبوت صح؟ هذا اسمه شوفوه بشير. أكيد صغير هاي المكتبة على أبي أسود. بأخذ هذا السيف شايف حق والدك نفسه. بروح للمكتبة وبجي أروح أي في وبعد أجيب سيف ثاني. بعدين بجيب سيف ثاني. يصير عندي سيفين. إيش رأيك أكثر من واحد ولا اثنين؟ يدي يعرف انه عنده طبعا استير السلطين طبعا صغير. اول شيء بجيب لهم المكتبة شيء حلو جدا هذا. اوكي طبعا ما فكرت كده بس شوفوا بحط لي بدل هذا بحط لهم كرافتين كامل كرافتين اوكي وحط دي اصلاي اوكي اختي بس بس غير اول شيء السيمبل فيلي وحط السيفيني دي وحط دي وغلي ذا وعلي وروح احسن شيء اجي واحد طيب خلاص ما يرضى ولا شيء. طبعا صغيرة تنسوا الاشتراك بالقناة ولك وشيخ وصفت وجلس التنبيه ليس الكوستان الجديد ولا لقاء يا أصدقائي. باي.